هي من ناحيه الابقاء ومش ابقاء يا با ميكو لا ستابيليتي، لان يعني وش اسمه بندريس عنده خبره في الناسيونال اون وعاد يعرف المنطقه تاعنا ويعرف مسائلنا، يعرف يوسف السخري يعرف كيفاش يخمم كذا، يعني ما يلقى حتى مشكل. لكن بندريس ممكن تكون عنده شروط، اللي هي شروط ماشي شروط نتاع ناسيونال دو ولا الانترليغ ولا جاوي، شروط راك باش تلعب في الناسيونال اون لازمتك دي جوار اكسبيريمونتي عندهم الخبره ودي جوار اللي يعرفوا كيفاش ينيغوسوا المقابله تاعهم وباش تحكم المانتيان في القسم الوطني الاول. ما هي سهله، ما هي بالرغم انا نقول لك يعني مع يوسف الصخري مادام طلعها في الناسيونال دو قادر بافكاره وبال وبتلهويث تاعو كيما نقولوا يعني قادر يدير حاجه اذا لقى الاعانه من كل المسائل. لاعبين من تراهم اللاعبين؟ والله لا يعني صراحة. صراحه ما نشوف ممكن كان زوج ثلاثه فقط فقط ما كانش 70% امبوسيبل، مستحيل مستحيل مستحيل، لان لا ماجوريتي تاع لي جوار تاعنا سي دي جوارات كبار يكونوا دي بون بلاصون. الصغار تاعنا ممكن هذا وش اسمه بن عماره، ممكن حاج سعد الصغير ناصر، يعني باش ندعموا بهم وعلى الاقل ولات المنطقه سي تان كادو نديروه لهم هديه. انت لعبت وتمرمدت معنا في ناسيونال دو، على الاقل نقولوا كاين سوفي ولا زوج ولا ثلاثه في هذاك. علاش هديه؟ علاش ما يكونش نقولوا مستواهم اهلهم شرب؟ والله مستحيل والله مستحيل مستحيل مستحيل. وانا نقول لك انا مش قضيت نصبوتي فيهم، انا نعزهم كل، ما عندي حتى مشكل مع اي واحد من المستحيل، لان الترافاي دو باز ما كانش، ما عندناش ترافاي، ما تيبي با لي ديفلوبي لي جوار ناسيونال اون، يا تربح يا تخسر، يا تكون بري يا ماكش بري، لان باش تلعب كونتر دي جوار بلو اكسبيريمونتي عليك، باش تلعب كونتر ليزما كونتر القبه كونتر مانيش عارف كونتر المولوديه كونتر سي دي جوار اكسبيريمونتي. نعم. علاش نقول ممكن هذا سي دي جون اللي يعطيهم كيما نقول لك ان بتي كادو، الشيء اللي درتوه معانا نطلع ثلاثه ولا اربعه، وممكن بالوقت مع التدريبات اللي بيكوتيديان مع نصائح المدرب مع لا فيلوزوفي تاع لونترينور الفلسفه نتاعو ممكن ينجح منهم واحد ولا زوج يكون ان تري بون روبلاسون. وان شاء الله هذه هي الفوتبول، يعني ما سي با كيستيون كو ما يعني صابوتيهم ولا كفاهم قصدي. صح صح هذه هي.